المشروع هو عبارة عن ممر تحت أرضي عند تقاطع شارع غاندي مع طريق الجامعات وشارع إبراهيم الروداني، طوله حوالي 460 متر. المشروع سيتضمن كذلك إعادة تهيئة جميع الطرق الجانبية الممتدة على مسافة أكثر من كيلومتر واحد، وبالضبط من نقطة انطلاقا من نقطة تقاطع مع ما بين مشاريع إبراهيم الروداني وزنقة سقراط إلى غاية التقاطع ما بين طريق الجامعات وشارع عبد الرحيم بوعبيد. مدة الأشغال هي 14 شهر، حيث سيتم افتتاح الممر تحت أرضي إن شاء الله في وجه حركة السير ابتداء من الأشهر الأولى لسنة 2020، مع الانتهاء الكامل للأشغال في منتصف سنة 2020. تجدر الإشارة كذلك إلى أن المشروع سيستلزم توقف جزئي للترامواي للخطاني للترامواي، وذلك من أجل إنجاز القنطرة التي ستستند عليها منصة الترامواي. بالتنسيق مع فرقة عمل المشروع تم تحديد مدة الإيقاف الخط الثاني، سوف يكون إيقاف جزئي ما بين محطتي درب غلف وعين دياب لمدة 15 يوما، وذلك ابتداء من 20 يوز إلى 5 من غشت. نؤكد أن هذا الإيقاف الجزئي هو لأسباب تقنية ضرورية وهو إجباري، وكذلك لضمان سلامة الجامع. خلال هذه المدة لن يطرأ أي تغيير على الخط الأول، وستظل خدمة الخط الثاني مفتوحة من سيدي برنوسي إلى محطة مراسلة ألوان.